فعاليا نفس الشيء، فيزيكال تكنيكال، وما بيها غير سلالم افقي اثنين، ركض سريع ركض سريع، ثم التوجه بسرعه نحو الكرات، اختيار كره بسرعه كلها بسرعه، مهاجمه الهدف بالكره والتصويب من خارج منطقه الجزاء او من داخل منطقه الجزاء، يرجع خلف نفس المجموعه او يذهب خلف المجموعه المقابله المعاكس احنا نسميه، يبدي اثنين نفس الشيء وهكذا كل لاعب 10 مرات. هذا كله يصير بالثلث الهجومي وليس بنصف الساحه، يعني اللادرز يصير بالثلث الهجومي. هذا واحد. اثنين، انت يعني عندك اليوم باور بدل السلالم الافقيين، اضع سلالم افقي واحد واضع 4 إلى 5 موانع واطئة للقفز الزوجي، فاللاعب يسوي ركض السلالم بعدين يسوي قفز زوجي على المانع الهيردلز الموانع، بعدين يروح للكرات، ما في مجهز، في كرات جاهزة، يأخذ الكرة يتوكل على الله يسجل هدف بس. أنت مدرب تقول لا أنا أريد أضاعف اليوم الباور، أوكي شيل الاثنين السلالم من جهة ووضع موانع مجموعتين من جهة أخرى، فاللاعب اللي يؤدي التمرين على الجمبينج على الموانع الواطئة ويشوت يخلص يروح خلف المجموعة اللي راح تؤدي على السلالم الأفقي، فنوعت الآن جهة على السلالم الأفقي جهة على الموانع، وهكذا تورد الإبل، أي أنت تتصرف طبقا لما تريد. والأحسن أنا برأيي التنويع، يعني هذا نفس الشيء من الجهتين، إذا استدار اللاعب واحد بعد التصويب وراح خلف مجموعة اثنين واثنين خلص راح خلف مجموعة واحد سابقا، يعني ما راح يصير متغير كثير، سواء أنه راح يعني نمنح فرصة للاعبين أن يشوتون بالرجل القوية وبالرجل الضعيفة أو بالرجل المسيطرة وبالقدم، يعني القدم المسيطرة والقدم الغير مسيطرة، يعني دومينيت يسموها فوت أند دومينيت. فهذه تمارين جدا بسيطة لكن جيدة، وهي ضمن المنهاج التدريبي لأغلب المدربين، خصوصا مدربي اللياقة البدنية الآن بدأوا ينشغلون، ما أقول الكل يعني بدأوا ينشغلون ب يعني هالمزيج هذا بين أدوات التدريب المساعدة وبين الروتين المناولات، روتين الكرات العكسية، روتين التصويب على الهدف، شوية متغير يعني يفتح نفس اللاعبين. أنا أتكلم بالعامية، لا أنا أتكلم ناس تفهم لغتي جيدا، نوع الفعاليات التدريبية وهي فرصة عندك تصويب، فرصة ممتازة لحارس المرمى، هذا أحسن تدريب لحارس المرمى زين، وأحسن تدريب للاعبين بدنيا وفنيا، ما في أحسن من التصويب على المرمى كتدريب يستحق نسب عالية من الفعاليات التدريبية، لأن هو الحسم يتم من خلال التصويب في أكثر الأحيان. أنا موفق المولى، أسأل الله لي ولكم الصحة والعافية، ولا ننسى الصلاة على سيدي رسول الله الهادي الأمين شفيعنا إن شاء الله يوم الدين. اليوم 11/2024، شكرا جزيلا.